غزة الأخرى أنا فرحت ملي لقاوها، لأنه حاجة خايبة أنه الوليد يمشي لوالدي، وخصوصا في ظروف غامضة اللي ما عرفش فين مشى وما عرفوش شكون اللي خداه. دونك الحمد لله على سلامتها، وهاد المرة الدنيا دروس ويتعلموا من الدرس أنهم يخليوهاش تلعب بوحدها ويخرجوا معاها إلا بغات تلعب يبقاو معاها. وغزل ديالي راه محيحة.